تفضل في واحد العصير النفسي يعني من انتفاخات البطن، الانتفاخ البطن والالم الامعاء. واخا عندنا واحد بعض الخروبات نغسلهم، تنغسلهم بالماء العادي، تنديرهم فواحد واحد كاسرونه تكون كبيره، كانت مثلا نديروها في كوكوت ولا في طنجره او السيده اللي عندها، تنخلعو لهم شي جيتر ديال، تكون هرسنا وبيدينا وتنخلعو لهم شي جيتر ديال الماء، تنخليهم يطبخوا على عافيه لمده 10 دقائق الحساب. من بعد تنطفيو عليه، تنكونوا موجدين واحد جوج معالق ديال النفع البلدي، تما منقيين ومغسولين. ايه تفضل. صافي تنحلو على سميتو على على الخروب ديالنا، تخرجوا جوج معالق صافي، تنخدو عليه، تنخليو داك الخروب يطلق، دوك تيطلق المكونات ديالو على خاطر، ومن نفس الوقت النفع البلدي حتى هو. صافي فاش يبان تنديرو فشي قراعي ديال زوج، نحطو في الثلاجه اي قبل ما ياكل الانسان، ياكل يتغدى او مثلا يتعشى، مثلا ثلاث مرات في الصلاه يشرب واحد، يجيب واحد الكاس وتيخليه ياخذ درجه درجه الحراره المطبخ، وتيشرب ذاك الكاس تقريبا نص ساعه ديال بينه وبين الماكله، صافي تلقى واحد النتيجه بعد نهار ولا يوم، تياخذ واحد النتيجه مزيانه. ايه واخا. هذا قلتي لنا عصير لحد من الانتفاخ ديال البطن، ياكل الامعاء. الناس تياكل، الناس تياكل بعض المرات الدهنيات تيحسوا بكرشهم ثقيله، يعني من بعد كاع مثلا واحد نص ساعه او ساعه الا ربع يشربوا هذا العصير. حاجه طبيعيه، يلا يعطيك الصحه. طبيعيه ومفيده للصحه. فعلا واحد العصير طبيعي يعني الناس باش يساعدهم على تخسيس الوزن، دابا مع الصيف حرق الدهون. عندنا جوج تفاحات كما كان النوع ديالهم، صفار حمار يعني مخلط بين الاحمر والاحمر الاحمر والخضر، ما علينا. كان بلدي مزيان، اذا كان تفاح بلدي مزيان، ناخذ جوج تفاحات كبار. ايه نغسلهم مزيان، نحكم بالقشور ديالهم. تنديرو فواحد الكاسرون، تنزيدو عليهم السيترو ديال الماء. ايه مع جوج عواد ديال القرفة، يكونوا صغار ما يكونوش العواد كبار، صغار تقريبا قد الصباع مثلا. صافي تنخليهم يطبخوا على عافية مهيلة، تتحول فاش نشوفوا اللون ديال هذا العصير تحول اللون ديال القرفة، تنطفيو عليه تقريبا شي ربع ساعة. من بعد تنصفيوه من ذاك يعني القشور ديال الحامض ديال عفوا ديال سميتو ديال التفاح والعواد ديال القرفه. من بعد صافي نصفو، نحطو في شي قرعات قبل اي وجبه، السيده او السيد يقدر يشرب كاس منه قبل من الماكله، يعني نشربوا كاس قبل الماكله او بعد الماكله. هذا شحال كيبقى في الثلاجه يعني مده الصلاه ديال الاحتفاظ به؟ تقريبا من نهار ليومين، يعني ما نهار يومين ونعاودو نوجدو كل يوم. عطيت انا المقدار ديال النهار. تقريبا يعني كل يومين مثلا ولا نهار صافي نوجدو عصير ياك. يقدر يقدر السيده تذوب الكميه ثلاثه المرات او خمسه المرات او 10 المرات وتخليه يبرد، تقدر تدور في البلاستيك الغذائي وتحطو في المجمد. يعني كلها تقريبا تشوف دابا تعبر باش ما تعكش. اييه تحصل بطنها تعبروا بواحد الكاس او غراس، صافي تدخل في البلاستيك الغذائي وتسد عليه مزيان وتحطو في الكونجيلاتور. قبل كل ليله تخرج البلاستيكه ديالها وتلقاها في الصباح دابت، صافي تلقاها على درجه الجسم ديالها تشربها، صافي تفرقوا على النهار كامل. تبارك الله عليك عماد، شكرا لك بزاف على هذه الاقتراحات. مرحبا بك في اي وقت. شكرا لك بزاف عماد من اكادير كان